يا أخوان ضعف العبادة عند كثير من الأخوة. الصف الثاني المتأخرون أكثرهم من الشباب الملتحين. بين أذان الإقامة يلعب بالواتساب. إيش هذا؟ كيف أنت يعني تعد نفسك من 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 طلبة العلم أو من الشباب المستقيمين تفوتك صلاة فجر مرتين ثلاث مرات بالأسبوع بالشهر؟ ترى بالشهر مرة تفوتك كثير، هذا كثير يوميا تفوتك ركعة ركعتان ركعة ركعتان بالأسبوع فرضين ثلاثة. إيش هذا؟ ما هو الالتزام؟ بينما بعض العوام قد يكون غير ملتحي محافظ على الصلاة أكثر من كثير من الملتحين. ترى دينك بصلاتك، ها؟ بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. شوف قدر صلاتك في قلبك في نفسك، تعرف دينك، هذا المهم. وأنت إذا استقمت عرفت أنك تحصل حسنات، وربما تذهب منك بالقيل والقال والغيبة والظلمات، حرصت على عبادة الله. إذا أنت ما عندك عبادة أصلا مش تعبان فيها، إيش خايف عليها من الحسنات وأنت ما عندك حسنات؟ حصل من الحسنات وحافظ على حسناتك واتق الله، اتق الله. أنا أعرف ناس والله من أقرب إخواننا لنا ضعفوا لما استهانوا بالصلاة. قيل وقال وطلع ودخل وكفر وبدع وهو بالصلاة ضعيف. أنا بلغني واحد من أشد الناس يمكن على أرض الكويت، من أشدهم أو من أشدهم، يلا ما يصل الفجر طول السنة إلا يمكن في رمضان، وهو يبدع العالم وخرج وطلع وحزبي ومبتدع وأنت ما تصلي؟ إيش هذا؟